السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد رشدي وأهلا بكم في تاني فيديو من تريننج كورس virtualize from scratch، الكورس اللي بنتعلم فيه مع بعض الـ virtualization الـ VMware virtualization من الصفر. أوكي، في الفيديو اللي فات كان introduction، كان مقدمة عن إيه هي الـ virtualization، والفيديو ده هنتكلم عن إيه هو الـ hypervisor، وهنبتدي ندخل في تفاصيل عن VMware products. اوكي، دي المواضيع بتاعتنا. احنا النهارده هنتكلم عن تاني وتالت موضوع، ايه هو الهايبرفايزر، وبالنسبه لللاب سيت اب بتاعنا ايه هو، و العناصر الرئيسيه في الفيسفير انفايرمنت. هنشوف اصلا يعني ايه فيسفير. اوكي، ايه هو الهايبرفايزر؟ الهايبرفايزر هو الـ Virtualization Operating System، الـ Virtualization Layer. بمعنى لو نفتكر في الـ Introduction من الفيديو اللي فات، لو ما شفتش الفيديو اللي فات من فضلك ارجع شوفه، هتلاقيه في الـ Playlist موجود في اليوتيوب شانل. اوكي، عنوان اليوتيوب شانل هيكون في آخر الفيديو، وعلى الأغلب هتلاقيه في الـ Description تحت. اوكي، فاتفقنا ان بالنسبه للفيرتشوال اركتكتشر او الفيرتشواليزيشن اركتكتشر، احنا بيكون في عندنا فيزيكال لاير اللي هو الفيزيكال سيرفر، اللي بيكون فيه السي بي يو والرام الستورج النتورك واي هاردوير اخر. اوكي، و اللي هو الاوبريتنج سيستم اللي هو الهايبرفايزر بيستضيف فيرتشوال سيرفرز فوقه، اللي احنا بنسميها بقى الفيرتشوال ماشينز. فالفيرتشوال ماشين هو واضح من شارع اسمه، هو كمبيوتر افتراضي. اوكي، كمبيوتر يعني غير ملموس زي الفيزيكال سيرفر. تمام، فالهايبرفايزر هو الـ Virtualization Operating System، هو الـ Engine، هو الفاصل ما بين الـ Virtual Machine وما بين الـ Hardware Layer. بمعنى أدق، الـ Hypervisor هو Operating System، هو اللي بيوصل الـ Virtual Machine للـ Hardware Resource. المتحكم في الهاردوير ريسورس هو الهايبرفايزر. فالهايبرفايزر بيخلي كل الفيرتشوال ماشينز الهوستد عليه تشير او تشترك في الفيزيكال هاردوير. يعني انا دلوقتي الفيرتشوال ماشين، لما نشوف في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله الفيرتشوال ماشين بتتكون من ايه، هي ما هي الا كمبيوتر في الاخر، بس فيرتشوال. وكمبيوتر عنده عناصر الكمبيوتر الاساسيه، عنده سي بي يو، عنده ستورج، عنده رام، عنده نتورك، اكيد طبعا محتاج نتورك يعني، واضافه لشويه يعني لمجموعه فيرتشوال هاردويرز اخرى. اوكي، والهايبرفايزر هو اللي بينظم استخدام الفيرتشوال ماشينز للفيزيكال ريسورسز. يعني الهايبرفايزر هو اللي بيدي كل فيرتشوال ماشين احتياجها من الفيزيكال ريسورس. يعني ده معناه ان كل الفيرتشوال ماشينز في نفس الوقت بيستخدموا الهاردوير. نقدر نقول حاجه زي كده، في منظم او سكيدجولر، حاجة اسمها هاردوير سكيدجولر، بتكون موجودة في الهايبرفايزر لاير، هي اللي بتتحكم في القصة دي، ان هي بتقسم الفيزيكال ريسورس او الطريقة اللي بتعمل بيها الفيرتشوال ماشين، او الطريقة اللي بتوصل بيها الفيرتشوال ماشين للفيزيكال ريسورس. فكل فيرتشوال ماشين بتاخد احتياجها من الريسورس اللي هي محتاجاه، وقت ما بتخلص احتياجها منه بترجعه تاني للهايبرفايزر، ففيرتشوال ماشين اخرى بتقدر انها تستخدمه. هنعرف يعني بتفاصيل اكتر شويه واحنا مستمرين يعني ما نتقدم شويه.
في الكورس. طيب بالنسبة للهايبرفايزر، من احنا بنتكلم طبعا على VMware المنتج الرئيسي منها اسمه vSphere، هو اسم البرودكت كده vSphere. vSphere هو البرودكت المسؤول عن الفيرتشواليزيشن من VMware. اوكي، بيندرج تحته الهايبرفايزر. الهايبرفايزر من VMware اسمه ESXi، هي مش مفترض ان هي اختصار لحاجه بس هو اسمه ESXi، فبيقال عليه VMware vSphere ESXi. طبعا لي مجموعة اديشنز في وقت تسجيل الفيديو في يناير 2013، يناير 2018. اخر اديشن حاليا موجودة من vSphere هي 6.5، هي اللي ان شاء الله احنا هنشرح عليها الكورس. اوكي طيب، الهايبرفايزر فيه منه انواع او تايبس، خلينا نقول في منه تير 1 هايبرفايزر او تايب 1 هايبرفايزر، وتير 2 هايبرفايزر او تايب 2 هايبرفايزر يعني. اوكي، الفرق ما بينهم، تير 1 هايبرفايزر هو ان الهايبرفايزر اوبريتنج سيستم بيكون انستولد دايركتلي على البيرميتر، بيكون معمول انستوليشن للاي اس اكس اي او للهايبرفايزر اوبريتنج سيستم مباشره على السيرفر. يعني الاوبريتنج سيستم الرئيسي اللي على السيرفر هو الاي اس اكس اي او الهايبرفايزر. اوكي، ده التير 1. التير 2 هو ان بيكون الاول في اوبريتنج سيستم انستولد على الفيزيكال لاير او السيرفر بتاعنا، وليكن مثلا ويندوز اوبريتنج سيستم، وبعدين على الاوبريتنج سيستم لاير بنعمل انستوليشن ل هايبرفايزر. بس في الحاله دي هو ما بيكونش بقى اي 6 اي، هو بيكون مثلا يعني في ام وير عندها اكتر من منتج. في الفي ام وير ورك ستيشن هو فيرتشوالايزيشن بلاتفورم بيتعمل انستوليشن ليها على الاوبريتنج سيستم، وبشكل رئيسي بيستخدم الفي ام وير ورك ستيشن للغرض التعليميه وللتجارب وحاجات زي كده. فممكن مثلا انا يعني يكون اللاب اللي عندي في البيت، انا عندي الويندوز بتاعي عادي خالص، وعامل انستوليشن للفي ام وير ورك ستيشن عليه. اوكي، علشان اقدر اعمل انستوليشن، اعمل ديبلويمنت لفيرتشوال ماشينز. اوكي، اللي بي هوست الفيرتشوال ماشينز في الحاله دي هو السكند تير او التير 2 هايبرفايزر اللي هو الفي ام وير ورك ستيشن. ده بالنسبه للويندوز. بالنسبه لو عندي ماك او اس، فالبرودكت في الحاله دي اسمه في ام وير فيوجن. اوكي، طبعا بالنسبه للبرودكشن كبرودكشن انهي الاحسن؟ الاحسن طبعا التير 1 مما لا شك فيه، لان هو مباشره اللي بيتعامل مع الهاردوير لاير، مفيش ريسورسز طايره في الهواء تقريبا يعني. لكن في الحاله الثانيه هنا مع التير 2، انا عندي اوبريتنج سيستم لاير هي اصلا مستغله جزء مش قليل من الريسورسز، واللي بيتفضل منه بتبتدي تقسمه على الفيرتشوال ماشينز، زي مثلا المايكروسوفت هايبر في. مايكروسوفت هايبر في هو تير 2 فيرتشواليزيشن بلاتفورم يعني. الهايبرفايزر هو تير 2 هايبرفايزر. طيب قبل ما نستمر، لان يعني اكيد منكم كتير اللي ما فيش عنده فيرتشواليزيشن اصلا يعني، لسه الى وقتنا هذا لسه في شركات بتشتغل بالتراديشنال اركيتكتشر او الفيزيكال اركيتكتشر، ما فيش فيها فيرتشواليزيشن خالص. فمنهم اللي قد يكون مفتقد النوليدج، ما يعرفش ايه هي الفيرتشواليزيشن، ف لو بيشوف التريننج كورس ده ان شاء الله يتعلم ويطبقه، او اللي عارف ايه هي الفيرتشواليزيشن بس ما هو غالي يعني، ما هو البرودكت نفسه الفي ام وير برودكتس غاليه مش رخيصه. هي مما لا شك فيه انها مش رخيصه، هي ممكن سعر لايسنس يكون مساوي لثمن السيرفر نفسه، بس انت مش حاطط في حسبانك انت عندك كم سيرفر راننج عليه. يعني لو مثلا انا عندي 4 سيرفرات، طب انت لو رحت جبت الاربعه دول فيزيكال، انت هتشتري 4 سيرفرات فيزيكال، صح ولا لا؟ طب ما احنا لو اشترينا
فيزيكال سيرفر واحد وبلايسنس ال VMware اللي هي مش رخيصة طبعاً، هي غالية. هفترض مثلاً إن أنا كده أعتبر اشتريت سيرفرين فيزيكال، أقدر أهوست عليه أكتر من فيرتشوال ماشين طول ما الفيزيكال ريسورس يستحمل، ويعني يقدر إنه يستوعب عدد أكبر من السيرفرات الفيرتشوال. هنشيل، هتلاقي في الآخر إن أنت موفر كتير جداً على فكرة. ولما تعرف كمان إيه هي مميزات الفيرتشواليزيشن لما نبتدي نستخدمها، ومميزاتها في البرودكشن والسهوله اللي فيها، مع كده يعني تحتاج ترجع تاني تتفرج على الانترودكشن. اوكي، لو احنا بنتكلم في الفلوس، وفي موير عندها اكتر من لايسنس كاتيجوري، يعني انت مش لازم تشتري اعلى حاجه، اشتري اللي يناسب احتياجاتك. وعلى فكره في منه فري اديشنز لفي موير هايبر فايزر اللي هو الاس اكس اي، في منه فري اديشن، يعني انا اقدر استخدم في موير ببلاش. هو ليه ليميتيشنز طبعا، لكن ستيل والله انا شركتي ما تقدرش تشتري، بس على الاقل الامكانيات اللي بيوفرها اللي بتوفرها لي الفري اديشن بالنسبه لي يعني مور ذان انف، تعتبر كفايه قوي. طيب الكومبوننتس او المكونات الرئيسيه للفي سفير انفايرمنت، طبعا احنا قلنا الفي سفير اس اكس اي اللي هو الهايبرفايزر. انا عندي سيرفر مثلا، عندي سيرفر واحد فعلى الاس اكس اي وتمام زي الفل. انا بمانج الفيرتشوال ماشينز اللي عندي من خلال ان انا بتعامل دايركتلي مع الاس اكس اي اوبريتنج سيستم او الاس اكس اي هوست، بنسميه هوست. اوكي، يعني السيرفر مش غالبا مش هستخدم لفظ السيرفر بعد كده، هقول هوست. هوست يبقى اقصد بيه الفي سفير او الهايبرفايزر. طيب لو انا شركتي فيها سيرفرات اكتر شوي، سيرفر سيرفرين او ثلاثة اربعة خمسة مية، هقدر امانج كل دول لوحده على حدة؟ صعب جدا، صعب جدا، اضافة لان في خصائص كتير جدا جدا ما اقدرش استخدمها وانا شغال بستاندالون سيرفرز، ان كل سيرفر مستقل بذاته ما يعرفش حاجة عن اخوه. انا بتكلم على الفيرتشوال لاير كلها منفصله عن بعض. طيب يبقى انا هحتاج سنترلايزد مانجمنت، هو السنترلايزد بلاتفورم من في ام وير اسمه في سنتر سيرفر. الفي سنتر سيرفر هو السيرفر اللي بيقوم باداره كل الفي ام وير انفايرمنت بتاعتي، فهو من خلاله، من خلال شاشه واحده، طبعا احنا هنتعلم مع بعض الفي سنتر سيرفر ان شاء الله ونعمله انستريشن، من خلال شاشه واحده اقدر اتحكم في كل السيرفرات بتاعتي، اضافه الى فيتشرز وخصائص كتير جدا 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 مش متوفره للسنجل هوست، زي مثلا الهاي افيليبيليتي. طب انا لو عندي الفيزيكال سيرفر ده عايز اعمل له مينتيننس وعايز انقل الفيرتشوال ماشينز من هنا الى هنا لايف وهي شغاله، من غير في سنتر سيرفر ما ينفعش. لو لا قدر الله سيرفر خرب كان عليه فيرتشوال ماشينز، الفيرتشوال ماشينز دي هتشتغل فين وازاي، ومانيوالي ولا اوتوماتيك، الكلام ده كله بينظمه الفي سنتر سيرفر. فطبعا لا محاله ان انا لما بيكون عندي اكتر من، خلينا نقول اكتر من سيرفرين، يعني ابتداء من ثلاث سيرفرات وانا طالع، لا لازم في سنتر سيرفر. حتى سيرفرين انا محتاج في سنتر سيرفر. اوكي، طيب بالنسبه لللاب سيت اب بتاعنا، اللاب اللي هنشتغل عليه، اللاب احنا هنحتاج اكتف دايركتوري، دومين كنترولر. في حاجه يا شباب مهمه قوي محتاج بس ااكد عليها، التريننج كورس ده مش علشان حضرتك تدخل امتحانات في ام وير، يعني انا في الكورس ده مش بأعدك لانك تدخل الامتحان. في الكورس ده انا بنقل لكم خبرتي المتواضعه في المجال، يعني هنتعلم مع بعض ازاي ندير في VMware environment. فاللي هيكون في الكورس ده ان شاء الله معظمه من مش شرح اكاديمي، انا مش هشرح فيه شرح اكاديمي اللي هو من كتاب VMware اطلاقا، هيكون مما لا شك فيه في جزء اكاديمي طبعا اللي بنبني عليه الكلام، لكن الخبرة العملية نفسها. طب في البرودكشن الواقع ايه في البرودكشن؟ هو زي ما الكتاب بيقول ولا هو يعني التعليم الاكاديمي حاجة والواقع حاجة؟
الموضوع مختلف تمام. ان شاء الله ان شاء الله في الكورس ده هنتعلم الايه اللي بيحصل فعلا في البرودكشن، مش بس الكتاب الاكاديمي ولما اروح اشتغل في البرودكشن اكتشف ان انا مهتاس. اوكي، فاحنا هنحتاج يكون في دومين كنترولر، ضروري هيكون في دومين كنترولر. اوكي، وهيكون اللاب بتاعنا على 3 اي 6 اي هوستس في المعظم على 3، وقد احتاج ان انا ازود لحاجات معينه هحتاج ان انا اشرحها لكم، فممكن ازود عن 3 اكتر من كده، بس الاساس اللي دايما هنكون بنشتغل عليهم 2 او 3 في الاغلب 3. اوكي، وطبعا هيكون في عندنا الفي سنتر سيرفر للتذكره، احنا البرودكت فيرجن هو في سفير 6.5. اوكي، فالاي 6 اي 6 اي 6.5 والفي سنتر مما لا شك فيه في سنتر 6.5. مش صح ان انا استخدم فيرجنز مختلفه. الفي سنتر سيرفر باكورد كومباتبل، يعني اقدر اشتغل بالفي سنتر سيرفر يقدر يتحكم في اي 6 اي فيرجن نفس الفيرجن بتاعته اللي هي 6.5 او اقدم، لكن العكس ما ينفعش. ما ينفعش ان انا يبقى عندي اي 6 اي 6.5 مثلا اشغله مع في سنتر سيرفر 6 او 5.5، مش هيشتغلوا مع بعض اصلا. هنحتاج ستورج او شيرد ستورج، دي في المراحل المتقدمه شويه، علشان هنحتاج ما بين السيرفرات الهوستات الاي 6 اي يكون في شيرد ستورج، هنفهم ليه. وهنتعامل كمان مع الفيلانس. اوكي، هنعمل الكونفيجريشنز على فيلانس. انا في اللاب عندي، انا في عندي ورك ستيشن اتش بي فيها زيون بروسيسور وقدر اللي بأس بيه من الرام، عندي راوتر سيسكو 1841 وعندي سويتش سيسكو 2960 جي، نفس الموديل ده كده نفس اللي في الصورة، علشان الفي لانس توصل للفي سفير انفيرمنت. اوكي، ففي البرودكشن لازم يكون عندي في لانس، بحيث ان انا اقسم المانجمنت لوحدها والفيرتشوال ماشينز لوحدها وانواع الترافيك المانجمنت لوحدها، ويعني قصه كده. الموضوع سهل، هنعرف ان شاء الله نشوف تفاصيله مع بعض، ما فيهوش اي يعني تعقيدات. طيب لو افرض انا شركه وانفايرمنت صغيره وما عنديش غير سبنت واحده و24 بت، ويعني ما فيش عندي اي بي ادريسز كتير ومش متاح عندي في الشركه الفيلانس، ما نقدرش نشتري سويتشات بتسبورت الفيلان سواء سيسكو اتش بي جونيبر ايا ما يكون يعني. فانا عندي فلات لان، هي لان واحده، مفيش مشكله ستيل تقدر تشتغل. واحنا اول ما نبتدي نتعلم مع بعض هنتعلم على فيلان واحده، لكن لما الموضوع يتوسع هنبتدي نستخدم اكتر من فيلان، بحيث ان احنا نتعلم مع بعض ان انا في البرودكشن فعلا ايه اللي انا هقدر اعمله. اوكي، بس الفيديو ده كده خلاص. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعمل في الفيديو اللي جاي انستوليشن للاي اس اكس اي هوست. هنتكلم في بدايه الفيديو الاول على الهاردوير كونفيجريشن، وبعد كده نعمل الانستوليشن. الموضوع في منتهى السهوله، نيكست نيكست نيكست، ما فيهوش يعني اي اختراع. شكر لحضراتكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا جزيلا.